طبعا فرقة الرب أدار له مباراة البرتغال أمام المغرب في الدوحة. رونالدو هداف الدوري مرة أخرى. جمهور الأهلي من هذا ماكسيمين يأتي بكرة جميلة خطيرة في هذا المكان لوزولا. الله الله هي الأولى كما ذكرت. هذه المساحات والكرة لديسي. الله لكن موجود جدا الكبيرة جدا. هذه محاولة كرة للنصر الآن عن طريق أيمن يحيى. كرة جميلة جميلة الفكرة حلو ميران وضربة ركنية للأمام عالي. الله الله طبعا يحيى مكان الله. رونالدو للأمام ونزالت لكريستيانو في هذا المكان. الله الله الدور لا يستسلم فريق رونالدو في هذا المكان. انطلق لعبة ساديو ماني وأمام المدافع بعد ذلك أمام ميندي كريستيانو رونالدو بعد ذلك ربما هنا سلامات فيها الكثير من العمق. احتسب ماذا؟ احتسب النهاية وأشاهد الأرجنتيني. نعم بل إنني أسمع المواجهة الكبيرة. هذا المدرب ألماني كبير سابق لا شك في ذلك. هذه خطيرة فرصة أوتافيو جميلة للأمام بالرأس تنحط وكرة خطيرة والإسرو. هذه اللعبة هنا الخطأ وهنا الدون وهنا بعد ذلك. لا زال النصراوي ينتظر عودة ساديو ماني والكرة فيها خطأ وفي انتصرف صح راح تكون خطيرة مرور ولكن لا زالت للنادي الأهلي العرضية. الله 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 راح يلغي الهدف أجواء خيالية هنا في الجوهر الخطيرة. الكرة الماضية إبعاد في الأولى في الثانية كذلك والنادي الأهلي لديه استحواذ لكن يفقد كرة. الله لكن يفقدها كذلك وتعود الآن لفريق نعم ويخرج من مرماه يخرج أوسبينا من ترك أرضية الملعب في غياب المجحد كما يعلم الجميع. لاعب أيضا مؤثر بجانب فرانكي سي لكن مرور في الكرة الماضية. اطمئنان على سامي النجعي. هذه لعبة النجعي سقط هنا في مباراة يتابع ويذهب للفار حتى يعطي كل ذي حق حقه. ضربة جزاء تألق في الجولات الأخيرة يتقدم الدون يسدد. الله الله لا تترك لمنافسك ثمن تذكرة لها بالفار وتقدم لها كبير هدافي الدوري كريستيانو رونالدو يصنع الفرحة في مدرجات الهدف الذي يسعد لويس كاسترو. تكون الأمور النصر يستمر في زيارات ناجحة إلى آسيا أن تسجل الضرورة لها أحكام كما يقولون. مرور والعرضية. الله الله مرور جميل عرضية خطيرة. الله مرور في الأولى كرة بعد ذلك للأمام خطيرة فرصة سامي النجاي. الله 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 رونالدو ليمن كرة تسديدة قوية النابت السبيحان لكن يفقدها من بالفعل ساديو ماني. وفي إفريقيا يقولون لا تعتقد أنه لا توجد تماسيح إلا مروض للاعبين. كرة عالية خطيرة لزانت قائمة كرة جميلة خطيرة. الله الله دائما ليزم أتيلو تلعب خطيرة للنادي الأهلي يريد العودة لكنها تذهب مستمرة. ولدينا طبعا شارك أيضا فهد الرشيدي للأمام تبقى العالية خطيرة بالرأس. الله الله سيكون للنصر لعبة عالية تبعد الآن وتعود وتصل وأقرب رياض محرز أقرب استدت وباعت فرصة ثمينة يا أهلي انتهت